مثلا هنعمل دلوقتي الكاتشب وهنعمل الصلصه. انا جايباهم الاثنين مع بعض عشان هم شبه بعض شويه. هنعمل الصلصه العاديه خالص اللي بنحطها في برطمانات. طبعا هي ليها طرق كتير قوي وليها طريقه حفظ وليها حاجات كبيره كده. احنا هنعملها بطريقه بسيطه بس هنشيلها في التلاجة مش هنسيبها بره، لان بره دي ليها طرق تعقيم، فممكن حد يعملها حلو ممكن حد ما يعملهاش حلو. فانا خفت من الطريقه دي بصراحه وقلت لا احنا خلينا بالمضمون اللي في التلاجة. انا هعمل الصلصه عباره عن ايه؟ بص انا عندي هنا ده كاتشب. الصلصه هجيب مثلا دول حوالي 2 كيلو طماطم. انت ممكن طبعا تزودي زي ما انت عايزه، عايزه تعملي 5 عايزه تعملي 10 اللي انت عايزاه. انما انا جايبالك مثلا ب 2 كيلو طماطم، هحط عليهم بطاطس صايه وسط بالشكل ده، بطاطس صايه، بنجرايه، معلقتين من النشا او معلقه كبيره من النشا، معلقه كبيره من البابريكا، معلقتين كبار بابريكا، وشويه سكر وشويه ملح. طماطم غسلها حلو قوي ومقطعها اربع تربع كده، هنزلها وهنزل عليها البنجر برده متقطع كده، والبطاطس هقطعها طرنشات عشان تستوي معاها، ان كل ده مولعه على الايه؟ على الطماطم. وهايه يا دوبك تغلي وابدا اهدي عليها النار. انا مش عايزه فيها ميه، انا عايزاها منها ان هي فيها ميه كتير اصلا هتطلعها. بصوا اقطع بطاطسيه كده ماشي، بص قطعتها رفيع كده عشان تبقى سوى البطاطس سوى الطماطم اهي كده تمام، واسيبها اغطي عليها. فطبعا هتغلي وهتطلع ميه، يبقى انا كده حاطه هنا ايدي للصلصه اللي هي زي بتاعت العلب اللي احنا بنشتريها، طماطم وبنجر وبطاطس. طبعا الطماطم كتير 3 كيلو، بطاطسايه حجم متوسط، بنجرايه حجم متوسط كده متوسطه كده. طب لو عملتي 5 كيلو عملتي 10 كيلو، بتكتري البطاطس بتكتري البنجر تمام كده. طيب دول استووا خلاص غليت وبقت بالشكل ده. بعد ما تغلي هنا كده وتكمل السوى تمام، بصوا بتتهري قوي كده، ادي الطماطم والبنجر والبطاطس كله ايه اتهري مع بعض، اهي البطاطس هي بواقيها اهي تمام كده. هروح واخدهم كلهم على الخلاط، بسم الله الرحمن الرحيم، على الخلاط بسم الله. هنا بقى البنجر، في طبعا مفيد البنجر صحي جدا، وبيديني لون حلو كده مع الطماطم، وبيدينيش لزعه الطماطم. اضربها بقى كويس قوي، انعمها. حبه حبه. طبعا هي تقيله. طب مش عايزه ازود ميه خالص لان كده كده انا هرجعها على النار تتقل تاني. فانا بساعد الخلاط بس شويه كده. لا مش هديله ميه بقى. هو لازم يتصرف. خلاط ده ولا مش خلاط؟ يبقى يخلط. شفت بقى؟ هي تتك عليه شويه صغيرين كده تلاقيه بقى حلو خالص. بص بقى. ايوه لازم نضغط عليها. اتاكد بس ان كل حاجه اتفرمت حلوه قوي، لان انا ايه عندي هنا بنجر وعندي بطاطس، فلازم ايه اتاكد ان كله اتفرم حلو قوي. شكرا يا حبيبتي.
هنزل بقى، بص اللون عامل ازاي، البنجر بتديها لون حلو قوي. اصفيها بحاجه رفيعه كده عشان في قشر بقى وفيها بذر وفي كل الكلام ده. انا ما عملتش اي حاجه في الاول خالص غير اني عملت ايه، قطعتها زي ما شفتوني كده، حطيتها على النار وكل حاجه مقطعه معاها، وابدا ان انا اصفي فيها. ماشي طيب، انا هسيبها تتصفى كده عشان انا دلوقتي لازم ايه احط كمان الكاتشب على النار. ايه اللي بيفرق بقى الكاتشب عن الصلصه؟ طبعا الطعم، وهنا الكاتشب او مسكر شويه. بصوا كده طبعا ده بيض اهو، اه كل سنه وانتم طيبين برضه. بصوا حط معلقه على 3 كيلو، انا حاطه معلقتين من البابريكا، وحاطه هنا رشه سكر ورشه الملح. ماشي رشه ملح بس كده عشان ده برضو السكر والملح دول مواد حافظه. ماشي، وهحط نشا طبعا، انا هنا انا جايبه الكميه دي 3 كيلو، فانا هحط بس ايه قولوا معلقه 3 كيلو عليهم معلقتين كبار من النشا. طبعا هنا ده كله بارد خلي بالكم، واقلب ده كله كده على البارد. وهروح منزله ده كله فين بقى، حاضر اقلب بس كويس هنا كده، ده كده الصلصه. هنزلها بقى على النار تغلي تاني عشان النشا يستوي، وكل ده انا بعقمه كده، انا بعقم برضو. انا كده حطيت ايه، حطيت معلقه نشا كبيره طبعا، لو انت 3 كيلو ومعلقتين نشا كبار، معلقتين البابريكا، رشه سكر، رشه ملح على 3 كيلو، قولي كده معلقه سكر كبيره ومعلقه ملح صغيره بس مليانه اهو كده. ابدا انزلها على النار. بسم الله الرحمن الرحيم، معانا مين؟ بص انا مسخنه الطاسه حلو، فخلاص ايه هسيبها تغلي، لازم اخليها تغلي حلو عشان النشا يستوي. حاضر، بس انا تعبانه فيهم دول.